عهر. إنسانة مغربية تكون فنانة راه عاهرة. أنا من الأول يعني كنت كنرسم راسي باش أنا نرتاح. الجسد إلا تصالحنا معاه ما غيبقاش التحرش، ما غيبقاش واحد الثقافة ديال الاغتصاب، ما غتبقاش بزاف د الحوايج. انا هاد الفن اللي كنشوفه في الجسد ديال المراه فوقاش بدا اول مره فاش كنت صغيره في عمري 6 سنين مشيت للحمام ديال الزنقه شفت بلي واو الجسد مختلف. كاينه اللي رقيقه، كاينه اللي عامره، كاينه اللي عندها تطواج، كاينه اللي عندها الشعر، كاينه اللي عندها لي مارك ديال الولاده. وانا كنت كنرجع للدار وكنرسم داكشي من نهار مشيت للحمام ديال الزنقه حتى لدابا، وانا يعني باقا كيلهمني الجسد ديال المراه. صراحه بعد الرسم اللي ردني مشهوره هو فاش رسمت راسي واقفه حدا التوينز عريانه، رسمته في النهار الاول اللي جيت لكازا كان واحد باغي يكريسيني مي ما وقع ليا والو. فانا فاش رجعت للدار رسمت هذيك الرسمه وحطيتها، داكشي بدا كيتبارطاجا بزاف وبداو كيتزادوا الفولورز، وانا عاد كنعيق باللي راه واو راه ماشي تابعيني جوج الناس ثلاثة الناس، راه بزاف الناس حاضيني، كاين اللي ما حاملنيش، كاين اللي كيحماق عليا. تماك بداو يعني بدات المغامرات ديالي، بليت كنسافر باش نغوبريزونتي يعني الخدمه ديالي. بديت كنقرا الكتوبه وانا صغيره، يعني كنت كنشوف الحريه في الكتوبه، فقلت انا غندير كتاب اللي كيشرح انه الجسد مابقاش نشوفوه دائما منظور جنسي، بزاف حماقوا عليه وبزاف كرهوه. كونتاكتت يعني مغاربه انهم ندير معاهم حشومه بالدارجه، كتاب كيهضر على المثليه، على الاجهاض، على الجنس خارج الزواج، كاع المصائب الكحله مجموعه في داك الكتاب. الناس خافت، كانوا الناس اللي قالوا اللي ما جاوبونيش ما غاديش نربع يدي ونجلس وصافي ونجلس نبكي. جات عندي واحد الميزون ديديسيون اللي هي فيمينيست وكتدافع على حقوق الانسان. في الشهر الاول كان اون غوبتور دو ستوك 4 المرات. دابا ملي وقع هذا النجاح عاد دوك يجيو عندي ايوا عافاك زينب ونديرو بالدارجه. دابا حتى شتوه تفاليدا عند الكور عاد ما بقيتوش خايف. الناس اللي تيقولوا بلي هادشي كنديرو باش نبان، باش نسافر، باش البوز. الناس اللي كيديروا البوز لواحد ماشي الواحد اللي كيدير البوز لراسو. الهدف ديالي ماشي كامل ماشي انا يبغيوني الناس. فاش انا كنهضر على هادشي الناس كتركز عليا انا، كنشوف 70,000 تعليق كنقول واخيرا دينا واحد لو ديبا على المجتمع بديتو. لا، تعليق كامله كتهضر على نيفي وعلى شعري وعلى عيني وعلى صدري وعلى المؤخره ديالي. جميع انواع التهديدات انا بعدا كنشوفها في التعاليق. هادشي كامل علاش؟ حيتاش كنرسم الجسد. انا لحد الان مازال ما فهمت شنو هو المشكل. عطيني 10 دقائق لبس شنو ما بغيت، غيهضر معايا شي واحد اولا غتوقع شي حاجه اولا غيكونوا شي نظرات، نتغطاو باش الراجل ما يتاكسيداش. حنا براسنا عندنا دي ديزير، عمرنا قلنا شي راجل تغطى حيتاش انا كنتاكسيدا. مكالمين حنايا المراوات داخلين سوق راسنا مخليين داكشي في بلاصتو، فكان انفيتي الرجال لانهم يديروا نفس الحاجه. الأسرة ديالي هي أسرة محافظة، ولكن يعني نقد نقول باللي العائلة ديالي حتى هي بسبب داكشي اللي كندير تبدلات ليها طريقة التفكير ديالها، حتى هي ولات تتآمن بداكشي بحالي، أننا نحترموا الاختلاف، نآمنوا بالحرية ديال الواحد آخر. ودابا الأسرة ديالي والعائلة ديالي كاملة دايرين ليا فولو، وعندي آمي تا هما في لي ريزو سوسيو متبعيني، مكاينش مشكل. بحدكم ما كتآديوش واحد آخر، ومن حق اي واحد يتحكم فيك ولا يقول لك شنو ديري ولا شنو تلبسي ولا شنو ديري في فراشك ولا شنو ديري في الكور ديالك.
صراحة أنا هادشي اللي كنديرو ما كنشوفوش بحال واحد الحرب ولا أنا كنتحارب مع شي ناس، بالعكس هادشي أنا كنديرو باش نحققو السلام. راه الحرب عينا منها وأنا متأكدة أنه هاد السلام غادي يتحقق.